طيب نروح بقى مع حضراتكم لملف وموضوع مختلف وقعت شركة السادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأيضا العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة السادات ورئيس مجلس إدارة سيتي كلاب بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف بصوا بقى حضراتكم الكلام ده في منتهى الأهمية وفي منتهى الجمال والرقي والروعة لاكتشاف ورعاية المواهب المتواجده في دور الايتام المختلفه بتهدف السادات الوطنيه بما لديها من خبرات وكفاءات في مجال اكتشاف ورعايه المواهب يعني بتتمنى التعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي في تعظيم دورها في الوصول إلى دور رعاية الأيتام في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا. يعني الحقيقة يعني حاجة في منتهى الإنسانية وال... وال... والاحترام اللي في الدنيا، بتتطلع طبعًا السادات الوطنية من خلال التعاون مع الوزارة إلى اكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في جميع الأنشطة الرياضية، طبعًا هتستغل بقى في كده الانديه والاستادات التابعه للشركه في المحافظات المختلفه بهدف افراز عناصر يعني منتقاه بمنتهى العنايه وخلق قاعده من الابطال الرياضيين في مختلف الرياضات وفي شتى المجالات كمان الثقافيه والفنيه باعتبار ان رعايه النشء والشباب بصفه خاصه اكيد يعني الى جانب طبعا بقيه المراحل العمريه دي من صميم اهداف وغايات شركه استادات الوطنيه حاجه محترمه جدا لما يكون عندنا شركه بتقوم بال يعني النوع ده من الادوار الوطنيه بتبني المجتمع وبتساعد فئه يعني الى حد كبير منسيه وما ينفعش نسيبهم يعني ونبقى احنا والزمن عليهم فشيء رائع وراقي وانساني ومحترم الى اقصى الدرجات المسؤوليه المجتمعيه بتبقى مهمه جدا ان هي تقدم من قبل ال... الجهات المختلفه والشركات المختلفه طبعا. ده بيتم في العالم كله آه لما نيجي هنا نتكلم عن المسؤوليه المجتمعيه لشركه استادات وهي دلوقتي بتركز على زي ما كريم كان بيتكلم من اللي هو انا هسميهم الفئات او هو ما يطلق عليهم الفئات الاقل حظا دي حاجه بتبقى محترمه في نفس الوقت كمان بتتساوى مع قصه هنا ان انت بتبتدي تركز في يعني النهضه بكل مواطن او الاستثمار في البني ادمين اصلا وفكره برضو ان انت عايز تعمل وهنتكلم رياضيا تحديدا فكره هنا المشروع القومي للبطل الاولمبي ده بيبدا من ان انت بتلاقي كوادر او بتتبنى كوادر ملهاش الفرص زي مثلا ناس ماديا او في مستوى معين ان هم يقدروا يحصلوا عليها فانت هنا بتعمل تكافؤ للفرص ده صحيح. امر موجود ولازم ان هو يبقى موجود في كل مجتمع التركيز عليه مؤخرا اللي اصبح عندنا اعتقد شيء في منتهى الاحترام ف انا بحب جدا اي حاجه او اي زي ما بتقال لمسه فيها نوع من الانسانيه وده اللي المفروض يتم اصلا فنتمنى يكون في مزيد من ده